شربت النار اللي شربتها، كبشت الجمر وهرى مصارينك. ترك عندنا، رجع لي بنتي وخد حقك مني. حقي ما بقاش عندك يا ولدي. قتلتهم؟ كريت زمان ناس يكتبوا زيك كده، بس كانوا بجلاليب. كنت بعمل اللي بيعمله الجيار وبيعمله غيره، لكن دفعت فاتورتي، دفعتها غالية غالية قوي. قتلتهم ولا ما قتلتهمش؟ ولا أعرف عنهم حاجة. أنت إيه أنت عشان أخد حقي منك؟ أنا لو كنت عاوز أقتل كنت قتلت الجيار، لكن أنت ما تسويش حاجة عندي. أنت دوب صوبة داس على الزناد وبس. لو عايزني أقتله أنا ممكن. كملش يا ولدي، ما تكملش. طب رجع لي مراتي وبنتي. أنا لا كريت عليهم ولا أعرف عنهم حاجة ولا شفتهم من أصله. أمال أنت مستخبي هنا ليه؟ مستخبي إيه؟ الدنيا مبقالهاش عازة عندي بعد ما خدت مني بكرة بتاعي. أنا بقى طولها زي عرضة. تويت جدي تقوي فين يا ولدي؟ طيب قل لي انت عايز كام وتدلني عليها؟ احب على قدك يا ولدي. قل لي فين جدته؟ خد اللي انت عايزه وهات لي جدي تقوي. خد روحي لو انت عايزها. هجيبهولك لغاية عندك.